وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقلنا إن هذه الآية جاءت تعقيبا على قول الحق: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وأنباء الغيب عرفنا أن الغيب له ثلاثة حواجز: الحاجز الأول حاجز الزمان، فالزمان الذي مضى ولم تشهده يكون غيبا عنك، والزمان المستقبل الذي لم يأتي يكون حاجز لما يحدث فيه عنك، والحاضر حاجزه المكان. إذن فحواجز الغيب بالنسبة للنفس البشرية إما زمن ماض وإما زمن مستقبل وإما مكان حاضر. فإذا أخبر الحق سبحانه رسوله بأمر كان في الزمن الماضي، إذن فرسول الله لم يشهد، لم يشهده مباشرة، ولم يشهده سماعا من معلم جلس إليه، ولم يشهده قراءة في كتاب قرأه، وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهم بشهادتهم يعلمون حركة رسول الله قبل أن يبعث إقامة وترحالا والتقاء بأحد، فلو أنهم علموا أنه قرأ لكانت لهم حجة، ولو علموا أنه تتلمذ على أحد لكانت لهم حجة. حتى الأمر الذي غاب عنهم من فطنتهم فيه قالوا إنما يعلمه بشر، فرد الله عليهم وقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أبطل هذه الحجة. إذن فأنباء الغيب حين يقصها الله على رسوله، وقلنا إن ذلك في كل ما كنت في القرآن أو ما كنا في القرآن، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت ساويا في أهل مدين، وما كنت تتلو من قبل، كل ما كنت في القرآن فكأن مصدر علمك به من الحق سبحانه، لأنك لم تجلس إلى معلم لم تشهد أولا، ولم تجلس إلى معلم لتسمع، ولم تقرأ كتابا لتقرأ كل هذا. فإذا كان هذا بعد أن طلبوا منه القصة اللي هي قصة يوسف اللي جاء التسجيل بعدها، هذا التسجيل جاء بعد القصة الذي طلبها كفار قريش بتأسيس من اليهود، قالوا لهم اسألوا عن قصة ايه؟ عن قصة يوسف. فجاء بالقصة كاملة مستوفية، وجاء بها في مكان واحد وفي صورة واحدة، لا في لقطات متعددة منصورة، لأنهم لم يسألوه عن جزئية وإنما سألوه عن القصة كلها بتمامها. فكان مقتضى هذا أنهم حين سألوه قدروا أنه يعجز، فحين لم يعجز كان يجب أن يلتفتوا إلى أن الله الذي أرسله هو الذي علمه وهو الذي أنبأه، فكان يجب أن يؤمنوا. لكنهم لم يؤمنوا، فعز الله رسوله قال: لا تيأس، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا، أنت عليك البلاغ بس. إنما عزاه وقال: قضية كونية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ليه؟ لأن العناد هو الذي وقف بينهم وبين حقيقة اليقين وحقيقة الإيمان، والعناد لا تستطيع أن توجهه بحجة ولا بمنطق ما دام إيه؟ ما دام معاندا. وما أكثر الناس، إذن فضمن الله أن يكون في الناس مؤمنين أيضا، يبقى أكثر الناس مؤمنين، ويمكن برضو المقابل أكثر أو أقل الناس يبقوا مؤمنين. لماذا؟ لتبقى خميرة الخير في الأمة ولو بقية، حتى إذا ما عض الذين لا يؤمنون بالمنهج السماوي نظام الدنيا عدتهم يلتفتون إلى منهج السماء. يبقى لازم الخير موجود ضروري، نوع بحيث يوجد ظل يفيء إليه الناس إن كربهم الباطل. وما أكثر الناس ولو حرصت، الحرص معناه الاستمساك، والاستمساك يتطلب جهدا، وهذا الجهد حرص منك على الشيء. يبقى وما أكثر الناس ولو حرصت، وأكد الحق سبحانه وتعالى في كتابه
حرص رسول الله على إيمان أمته. ولذلك قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه، نفسه تؤمنوا. والحق سبحانه وتعالى يقول له انك انت مش هتهدي اللي انت تحرص، ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل. انت صحيح لما عليك البلاغ ما تزعل. ويجي برضو في الحرص برضو في آية رابعة في القرآن بس خاصة باليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يتمسكون بها، لأن إيمانهم بالآخرة متراجرج مزلزل، فما لهمش إلا مين؟ إلا الدنيا اللي هم مش أهلينها. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الأمر الذي يمنع المؤمن أن يؤمن بعد هذه البينات الواضحات والغيب الذي لم يشهده رسول الله ولم يقرأه في كتاب ولم يسمعه من معلم، كان مقتضى أنهم يؤمنوا. فما الذي منعهم أن يؤمنوا؟ أأنت تطلب منهم أجرا فشق عليهم الأجر؟ قالوا لا مش عايزين. أنت ما تسألهمش أجر. كلمة وما تسألهم من أجر الوالد على كل رسول إلا إبراهيم وإلا موسى تدل على أنهم لو فطنوا للأمر لكان يجب أن يقدروا أجرا لمن يهديهم سواء السبيل، لأن الأجر يعطى لمن يقدم لك إيه؟ لمن يقدم لك منفعة. فبقول ده كان الواجب أنهم هم يعدوا نفسهم على أنهم يعطوا أجر لمن يهديهم سواء السبيل، لأن الإنسان حريص أن يدفع الأجر على من يعينه بمنفعة. والمنفعة التي تضمن لك راحة الدنيا وسعادة أبدية في الآخرة كان يجب أن يكون الأجر عليها مناسبا لهذا. فإذا أنت كمان ما بتسألهمش أجر، فكأن ما تؤديه كان يتطلب بالفطرة أجرا، لأن الأجر إنما يدفع لتقديم منفعة، والمنفعة إما أن تكون موقوتة بزمن دنيوي ينتهي وإما أن تكون ممتدة إلى زمن لا ينتهي. فمقتضى الأمر أنك تقدم نفعا باقيا نفعا خالدا، فكان من الواجب أن تطلب عليه أجرا لا كأجر اللي بيدمن لك عمل في الدنيا، ولكن أجر يتناسب مع طول العطاء. ومع ذلك لم تطلب منهم إيه؟ لم تطلب منهم أجرا. فإبقى إيه المسألة؟ حجة موجودة، برهان موجودة، ما بنطلبش أجر. يبقى بقى المانع، المانع هو انهيار السيادات تحت أقدامهم، لأنهم يريدون أن يكونوا سادة وأن يكون الضعفاء عبيدا، يريدون أن يكونوا مسيطرين بجبروتهم على الخلق، والدين سيسوي بين الناس ويجعلهم سواسية، إذ هم يكرهون هذه المسألة. وما تسألهم عليه من أجر، هناك يقول إن أجره هو في الواقع عايز أجر بس بيعلي الأجر، بدل ما يأخذ الأجر من المحدود القدرة على الثمن أو على الأجرة يأخذها من مين؟ من الله الذي لا تحد قدرته في إعطاء الأجر. فكأن العمل اللي بيعمله ما يمكنش يجزي في الأجر عليه إلا أن يكون عطاء من مين؟ عطاء. ليه؟ لأن العمل الذي يؤديه بمنهج الله من الله، فالأجر الذي يكون عليه يبقى من مين؟ يبقى من الله مش من البشر. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. تذكير، تذكير للغافل، معونة للعاقل، ويبقى دي من ضمن الرحمة. وإلا فكان الأصول إن إحنا نسيب الناس كده يشوفوا الكون ده المنظم المهندس الهندسة البديعة دي اللي فيه كل مقومات الحياة اللي فيه العجائب الكونية اللي فيه كده، يخليهم يلتفتوا للي خلق. ومع ذلك ذكرناهم. كلمة ذكر يدل على أن الفطرة والذرية في الإنسان كان يجب أن تظل هكذا وواعية، لكن غفلة الأحداث ربنا قدرها وبعد ذلك جعل لهم ايه؟ جعل لهم ذكر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذا سمعت وكأي افهم ان معناها كثير كثير كثير، حاجة كتيرة قوي فوق الحصر، مش هقولها هي ايه لأنها فوق الايه؟ كم مرة أكرمتم. يبقى مش عايز أعدد الإكرام ده الأولانية ولا الثانية ولا الثالثة، لأنها أمر إيه؟ أمر فوق الحصر. كأي زي كم تمام، وكأي من نبي قاتل معه ربيون إيه؟ كثير.
يبقى ساعة ما تسمع تأين كأن المسؤول المتحدث عنه أمر يفوق الحصر، فلا يعدد وإنما يكتفى به يقول له إنني إيه إن دي كتير أوي 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 وفوق الحصر مش هعددها لأن تعدادها يحصر، لأن معنى العد مظلة الحصر، العد مظلة إيه الحصر. فالشيء الذي لا تظن أنه يحصر تنصرف عن عده. أيعد أحد حبات رمال الصحراء؟ ما يعدهاش، إنما يعد الفلوس اللي باقي عنده لأن دي مظلة أنها تحصر كذا وكذا. إذن فالانصراف عن العد معناه أن الأمر الذي تريد أن تتوجه بعده فوق الحصر، فلا تتوجه ولا تتعب إيه؟ ما تتعبش نفسك. هل واحد قاعد يعد النجوم ويحصيه؟ ده رغم المراصد ورغم المشعارف الإيه وإيه ما يمكنش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه القضية في إسباغ نعمه على خلقه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن تعدوا مش إذا تعدون، لأن إذا للأمر اللي يتحقق، إنما إن للأمر المشكوك فيه. إن تعدوا يبقى معناها أن هذا أمر مشكوك فيه أن تقبلوا على العد. وليه مشكوك فيه أن تقبلوا على العد؟ لأنها مسألة فوق الحصر وما يمكنش يتوقع مننا نحصرها، فنعدها ليه بقى؟ ولذلك شوف الدقة بقى في وإن وتعدوا، والمعدود دائما أن يكون مكررا، بنعد حاجة مكررة. لكن اللي بعدها وإن تعدوا مش نعم الله، لا، وإن تعدوا إيه؟ نعمة الله. الله نعمة واحدة. طب والنعمة واحدة نعدها؟ ده هو قال عليها واحدة، أم قال لك لا، لأن كل نعمة واحدة تستقبلها من الخلق لو استقصيتها لوجدت فيها نعما لا تحصر ولا تعد. يبقى آيات كثيرة في الكون، كأي من آية. احنا قلنا الآية هي الأمر العجيب، الأمر الملفت للنظر، الأمر اللي ما يعديش كده، لا دي آية. يقول لك ده فلان آية في الحسن، فلان آية في الخلق، فلان آية في الإيه؟ في العلم. يبقى لا يقال هذا إلا لأمر إيه؟ أمر عجيب خرج عن المعتاد والمألوف. طيب وكم من الآيات قلنا زمان إنها بتنقسم ثلاث أقسام، إما أن تكون آيات كونية يعني وموجودة في الكون عجائب، هذه الآيات الكونية هي حجة المتأمل في أن يؤمن بالإله الذي أوجدها، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. الله دي كلها إيه؟ آيات ملفت عجائب، يجب أن تلفتك إلى أن من خلقها لا بد أن تكون له منتهى القدرة ومنتهى الحكمة ومنتهى الإيه ومنتهى دي الآيات الكونية اللي بتلفتنا إلى صدق توحيد الله والعقيدة فيه. وفي آيات تانية برضو أمور عجيبة، بس تأتي لتثبت صدق الرسول في البلاغة عن الله، لأن الرسول جاي بشر ويقول لهم أنا رسول من عند الله، نقول له طب أمارة إيه؟ مش بنقول لواحد أي واحد أنا جاي من عند فلان، تقول له أمارة إيه؟ لازم الأمارة دي تكون من عند مين؟ من عند اللي بعته، ولا يعرفهاش حد إلا هو، وإلا لو كانت الإمارة معروفة ما تنفعش أمارة، يبقى لازم الأمارة تكون إيه؟ هذه المعجزة، المعجزة جاية على هذا الرسول لنثبت صدق بلاغه عن الله، تبقى دي اسمها إيه؟ المعجزات. وما منعنا أن نرسل بالآيات أي المعجزات التي طلبوها إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة إلى آخره. والآيات هي الفواصل التي تشمل جملا من القرآن تحمل أحكاما فيها منهج الله. يبقى الآيات ثلاثة، يا آيات كونية تلفت إلى الحق، يا آيات تثبت صدق الرسول، يا آيات في منهج الإيه إلا. أول آيات يعرضون عنها، يعرضوا عن الأول فلا يؤمنون، ويعرضون عن الآيات بالمعنى الثاني فلا يصدقون الرسول، ويعرضون عن الآيات الثالثة فلا يؤدون الأحكام المطلوبة منها. وكأي من آية يعني كثير من الآيات نصرها الله في كونه لتلفت إليها عقيدة أو لتثبت صدق رسول أو لتبين عنه أحكام. هم بيعرضوا عندي وعندي وعندي
وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ده فيما يتعلق بالحكم المنهجي الذي إن فعله الإنسان أثيب وإن لم يفعله عوقب. وقال لك برضو في آيات تانية موجودة في الكون لو أنت لم تعرض عنها ودققت النظر فيها لأخذت العبرة الأولى كونية تثبت الوجود، وأخذت عطاء من عطاء الله سر تربيه وتنميه. احنا قلنا ان كل الاكتشافات الحديثة كانت نتيجة ملاحظة ظاهرة في الكون، الظاهرة في الكون اللي هي الآية في الكون. الرجل الذي جلس ليطهو في قدر ثم رأى غطاء القدر يعلو، غطاء القدر بيعلو، أم فكر في هذا ليه ما عارضش عنه زي كل الناس؟ ولا فهل لم يوجد واحد يشوف قدر عماله ابدا؟ كتير ناس شافوه بس ده ما اعرضش وقعد ينظر فيها ويلا طب ودي نوبه الغطا بيتفع كده، فبص لقى البخار عمال بيدفع. قال الله، اذا ففي الماء طاقه اذا سخن يصعد منه بخار، واذا صعد منه بخار طب بيعمل الغطا ليه؟ أم قال لك لان الحيز بقى ضيق عليه، فكان الميه بالبخار بتتمدد تعوز مكان واسع قوي، وما دام بتتمدد بالبخار هتطرد قال الله طب ما احنا نقدر نستعمل دي نقوم بها الماكينات والاطارات والبتاع فاستعمل البخار. يبقى من ملاحظه ايه؟ من ملاحظه واحده ما مر عليها باعراض فافادتنا وافادته، ويا عصر البخار كله مبني على ملاحظه ايه؟ ملاحظه بسيطه. اللي بيجي واقع في الحمام فطلعت ميه، لما وقع كده في الحمام طلع ميه، قال طب طلعت الميه دي ليه؟ قال لك لان الحمام ما يسعنيش ويسع الميه اللي فيه، لو ما كانش مملوء كنت ازود الميه، لما هو مملوء يبقى لازم تطلع ميه بقدر حجمي. قال الله، تبقى الاجسام الطافيه والقانون وعمل ارشميدس القاعده بتاعته اللي عليها البواخر والغواصات والبوارج بملاحظه ايه؟ بملاحظه بسيطه. يبقى اذا كل انسان يريد دين او يريد الدنيا ان فصلها على الدين برضه لازم ما يمرش عن ايات الله باعراض، بل يمر عليها بايه؟ بتدقق ونظر، ان استفاد عقيده ايمان بالله، ان استفاد تصديق رسول، ان استفاد معرفه احكام، ان استفاد مصالح دنيا. وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى كأن ربنا بيقول اوعوا تشوفوا آية من آيات الله في كونه وتعرضوا عنها، لازم تدققوا فيها وتبصوا، يا تؤمنوا بعقائد، يا تصدقوا رسول، يا تاخذوا أحكام، يا تاخذوا أمور إيه؟ أمور دنيا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله، إيه المراحل؟ الناس موجودين، أكثرهم مش هيبقوا مؤمنين، والأقل وهو مرة يجي الأكثر ويبقى إيه؟ مقابله كثير أو قليل، ومرة يجي أكثر ده كتير ويبقى إيه؟ وده كتير على الأرض، وكثير من الناس وكثير حتى عليه العذاب. يبقى الكثير مش مقابله قليل، مرة يقابله قليل ومرة يقابله الإيه؟ كثير برضه، ده كتير وده إيه؟ وده كتير. المؤمنين بقى، أم قال لك والمؤمنين بقى فيه ناس مش هيؤمنوا اللي هو الأكثر، وناس يؤمنوا. المؤمنين برضو فيهم غربلة، فيه مناخل. هل مؤمن حق الإيمان يقيني، ولا مؤمن برضو بإيمانه كده بيتذبذب؟ قال لك إزاي؟ أم قال لك امسك كده الكفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه؟ الله، إيمان بالله بأنه موجود. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض برضو هيقول الله. إذن ففيه إيمان بإيه؟ بالله. لكنهم قالوا الملائكة بنات الله، الأصنام شفعاءنا عند الله. يبقى حطوا مع الإيمان إيه؟ مع الإيمان شرك بالله. خلاص؟ اليهود الثاني ده عزير ابن مين؟ ابن الله. الله، يبقى وما يؤمن افرض ملان أدول ولا دول ولا دول ولا دول وناس من المؤمنين العاديين. أم قال لك يخصون قوما أقوياء بالخضوع لهم، لانهم يعتقدون ان لهم تاثير في النفع وفي الضر، برضو لهم من الايه؟ من الشرك. يتقى
تتقرب إليه تقربا لا يسمى في عرف المودة مودة، ولكن زيلة مودة، تقرب الزميل برضو. ليه بيتقرب له بزلة؟ ليه؟ لأنه برضو يعتقد أنه يمكن ينفعه ويمكن إيه يضره. نسبح لغير الله. الله، كل دين أنواع من الإيه. ولذلك لما تيجي تقول له يا شيخ اعتمد على الله، يقول له برضو عليك عشان تقدر الحكاية دي، ويعرف أن دي إشراك، يعرف أن دي إيه إشراك، وإنه كان هعمل الشيء الفلاني والشيء الفلاني والباقي على الله. طب والباقي على الله واللي مش باقي على مين؟ عليك. إيه الحكاية دي؟ برضو نصة إيه إشراك. وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم إيه الله. ولذلك لما يجي واحد يقول لك ايه، تقول له الله لا، يطلب منك قضاء حاجه، وبعدين تقول له ان شاء الله ربنا يقضيها لك، ويقول له برضه وانت برضه تساعدني، ما دام قال وانت دي دي تبقى تبقى ابشر. ولذلك ابشر ساعه ما يقول دي، قول له ابشرك انها لا تقضى. ولذلك في آية تانية توضحه، الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ يعني يخلط الإيمان، هو مؤمن صحيح ويصلي لله وكل حاجة، إنما برضو حاطط فيه إيه شوية إيه؟ شوية ظلم، يعني يعتقد أن أحدا يملك له ضرا وأن يملك له نفعا، أو أن أحد يتقرب إليه ليشفع له عند ربه، كل دي يعني. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ممسوسون بشرك، إما ظاهر وإما بشرك إيه؟ شرك خفي. إلى متى سيظلون هكذا؟ اللي ما بيؤمنوش اللي هم الأكثر، واللي بيؤمنوا يخلطوا إيمانهم بظلم. وإحنا قلنا إن الظلم أول الشرك، إن الشرك لظلم إيه؟ لظلم عظيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ هل أمنوا أن تأتيهم غاشية العذاب في الدنيا، أو أمنوا أن يموتوا الآن وبعد ذلك تقوم قيامتهم؟ لأن من مات قامت قيامته، لأن الإنسان بيستبطئ القيامة، بيستبطئ عذاب القيامة. يقول لا، ما تستبطئوش، لأنك أنت لا تعرف متى تقوم قيامتك، قد تقوم قيامتك الآن، لأن بمجرد ما تموت انتهى عملك، يبقى قيامتك قامت، يبقى وهذا أمر لا تعرفه ميعادا. يبقى أنت بتأمل إيه؟ أفأمنوا أن تأتيهم، يعني ألم يؤمنوا أو أشركوا وهم يأمنون على أنفسهم مجيء الغاشية؟ والغاشية هي العقاب الذي يعم، فغشاها ما غشى، عقاب يعمهم كده إيه؟ ويغطيهم. فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، ده في الدنيا، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. يبقى لا أمنوا ديا ولا أمنوا. فما الذي يبطئهم عن الإيمان بالله والإخلاص التوحيدي لله بدون إيه؟ بدون أن يمسه إيه؟ شرك. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة أي القيامة بغتة. تعطيهم بغتة، احنا زي ما قلنا الساعة، ساعة الواحد ما يموت وانطلع عن الايه، ما خدش له عمل، يبقى قامت قيامته. اوعى تفتكر ان المدة اللي احنا بنعيشها على ما تقوم القيامة دي على الناس اللي ماتوا قبلنا انها طالت عليه. ليه؟ لان الزمن لا يطول الا على متتبع احداثه. خلينا نعرف يوم قد ايه؟ إذا ما دام أنا واعي مفقود، ما أعرفش الزمن، اللي يموت بقى الزمن بالنسبة له، بالنسبة له. ولذلك أنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحى. يبقى قريب ولا مش قريب؟ يبقى قريب. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة من بدون جرس تنبيه كده وهم لا يشعرون؟ بعد ما قال كل هذه المسائل، قل يا محمد هذه سبيلي. سبيلي ايه؟ ايه السبيل دي؟ منهجي، لان السبيل هو الطريق. وقول الحق هذه سبيلي تدل على ان كلمة السبيل مرة تأتي مذكرة ومرة تأتي
مؤنسة، وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه إيه؟ وإن يروا سبيل الغي سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه. هنا مذكرة وهنا إيه؟ هنا مؤنث. قل هذه إيه اللي هذه اللي هي إيه؟ الدعوة التي جاء بها إيمانا بالله الواحد وحرصا على تنفيذ منهج هذا الإله الواحد، لأن الله لا ينتفع بالمنهج الذي يطلبه منك. الله هو الله قبل أن يخلق الخلق، هو الله ومع خلق الخلق، إن آمنوا هو الله وإن كفروا جميعا هو الله. يبقى إذن المسألة التكليفية بالمنهج عائدة إلى من؟ عائدة إليكم أنتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إليك قول إيه؟ لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من إنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخره اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي. ولو أن أولكم وآخركم وما إلى آخر اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل المسألة فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمبرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر. وذلك أن جواد واجد ماجد، عطائي كلام كل وعذابي كلام، إنما أمر بشيء إذا أردت أن أقول. مش علاج، مش باب، مش بشتغل، لا بس كن خلاص، كن الأشياء تأتمر الله. ولذلك ساعة ربنا نبدون يبدين إذا السماء انشقت يقول أيها هي تنشق على طول. ليه؟ وأذنت لربها. أذنت يعني إيه؟ بس سمعت منك انشقش بس فانشقت، يبقى مجرد إيه؟ مجرد السمع. وأذنت لربها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله أي بالطريق الموصل إلى الله إيمانا به وتقبلا لمنهجه وطالبا لما عنده من جزاء الآخرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. احنا عندنا شيء اسمه بصر أذن المحسات، بصيرة للمعنويات. الشيء كده بتقول والله انا هجت في نفسي كده بنور الله، يعني كأن البصر الحس ما يؤديش هذا المعنى، انما هو شيء. يبقى البصيرة يقين، هذا اليقين يصحبه نور، هذا النور يصحبه شيء يقنع النفس البشرية، وان لم تكن الامور الظاهرة ملجا الى الاقناع. ازاي؟ قال لك لان في اشياء كثيره جدا لو قستها بواقع الاشياء ما تؤديش. احنا ضربنا مثلا لام موسى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. احنا قلنا طيب جربوا كده وقولوا لاي ام ان خفت على ابنك ارميه في البحر. طب بالله بمقاييس كده ممكن؟ انما البصيره قبلتها بدون تردد، البصيرة أبغتها بدون إيه؟ بدون تردد ولا تقنع. وارد الله إلى خلقه لا معاند له، ساعة ما يرد خاطر من الله ما يجيش حاجة تزحمه أبدا. واخذ الإنسان وإن لم تكن المقدمات إيه؟ وإن لم تكن المقدمات تعطي إيه؟ تبقى دي إيه؟ البصيرة يقين ونور مبني عن برهان، مش زي ما يقولوا طاعة عمياء. أنا أطيع فلان طاعة إيه؟ طاعة. لك الإيمان طاعة بصيرة، الإيمان طاعة إيه؟ طاعة إيه؟ بصيرة. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيل أدعو إلى الله، ما تقف عند اللي تبقى جملة كده وتقول إيه؟ وأنا على بصيرة أنا ومن اتبعني. آية الحلوة كلها ولا إيه؟ ولا بعدها أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، سبحان الله أي الله منزه تنزيه
تنزيها مطلقا في الذات فلا ذات تشبهه، وتنزيه مطلق في الصفات فلا صفات تشبهه، وتنزيه مطلق في الافعال فلا فعل. فذاته ليست كالذوات، الذات عندك محصوره في القالب المادي اللي منفوخه فيه الروح، ذات ربنا مش كده. كذلك الصفات لله صفات سمع وبصر ومش ما تفهمهاش زيك. ليه؟ قال لك لانك انت ما دام امنت بوجوده ووجوده غير وجودك، لان وجودك وجود امكان ووجوده وجود واجب، ما دام الوجود غير الوجود يبقى كل شيء يتعلق به غير الشيء الاخر. فيبقى لما له صفات سمع اوعى تقول زي سمع، له بصر اوعى تقول زي ايه؟ زي بصر. له فعل اوعى تقول ده زي فعلي. ولذلك احنا لما جينا ضربنا في الاسراء والمعراج قلنا ان الناس الذين كذبوا رسول الله قاسوا الامر على فعاليه رسول الله، ورسول الله ما لوش دعوه بالحكايه دي. رسول الله الذي فعل مين؟ الله. هو قال محمد سرى من مكه لبيت المقدس، ولا سبحان الذي اسرى؟ يبقى اللي فعل مين؟ يبقى ما تقصوش على فعلك وعايز زمان وعايز مكان. لا ما تصير. يبقى كل شيء ذات وصفات وايه؟ وافعال. كل شيء ينسب الى الله كن فيه سبحان الايه؟ سبحان الله. وسبحان الله وما انا من المشركين. طبعا. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا. الله. ما ارسلنا من قبلك الا رجالا. نقل الانوار بالرسل اللي سبقوه. لانهم قالوا وما منع الناس ان يؤمنوا ايه؟ الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. الله ما كانوا عايزين ايه؟ كانوا عايزين رسول غير البشر. قال طيب هي السبقه دي حصلت لرسول قبل كده، بعثنا رسل غير رجال. لو ان السبقه دي موجوده كان ممكن من يقولوا يقول اشمعنى انت اللي جيت رسول وجاءك جاء رسول مش من البشر؟ كل الرسل جالهم رجال. ولذلك رد الله لما قال وما منع الناس ان يؤمنوا الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا، فقال لهم ارتدوا الى عقولكم، ارتدوا الى الفهم السليم. طب لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. اذا لابد ان في الرسول ان يكون ايه؟ من جنس المرسل اليه. ليه؟ لانه مبلغ منهج تحقيقا وينفذ منهج تطبيقا. فلو ان ملك ينفذ منهج يقول له اصلك ملك يا اخي واحنا هنبقى زيك، انت ملك لا يعصون الله ما امرون ويفعلون ما يؤمرون، يبقى لازم الاسره تكون ايه؟ تكون في البشر. انت احنا ضربنا مثل زمان وقلنا اذا رايت اسدا يجول في الغابه ويفترس هذا ويفترس هذا، اتحاول ان تكون مثله؟ لا. طب رايت فارس بيقر كده على الفرس بتاعه وبيضرب بسيف الاعداء، تعمل زيه ولا لا؟ اذا الاسوه في الايه؟ الاسوه في الجنس، انما الاسوه ما تجيش في الجنس. فلو ان الرسول كان ملك هينفع يكون اسوه؟ ما ينفعش يكون ايه؟ يكون اسوه. لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ايه؟ ملكا رسولا. طيب وايضا هب ان الله ارسله ملك، والملك خلق غيبي آمنا به لأن الله قال إنه موجود، إذا فليس محسا لنا. طب ربنا هيبعته ملك ومش محس لكم، يبقى لازم يصوروا بصورة مين؟ لازم يصوروا بشر. ولو جعلناه ملكا إيه؟ لجعلناه رجلا. وما دام هيجي رجل تبقى الشبهة هي ولا لا؟ أو أن الآية جاءت لتسد على الناس في حروب الردة المتنبئات، زي ما سجاح دعت النبوة، فمن الأول كده وما أرسلنا من قبلك إيه؟ إلا إيه؟ رجالا. يبقى المرأة ما تجيش إيه؟ ما تجيش رسول. ليه؟ أقول لك يا أخي لأن الرسول معناه إنه إيه؟ ملتحم بمين؟ بالعالم. التحام بلاغ. والمرأة مطلوب منها الإيه؟ كلمة. تبقى ما تنفعش. ثانيا ان الرسول
لا يمكن أن يمر عليه وقت يسقط عنه حكم الله الذي حمله إلى خلقه. لازم الرسول يبقى ليه مستوفي الأداء التكليفي في أي وقت من أوقات الإيه؟ من أوقات الزمن. يبقى ما تنفعش دي تيجي إيه؟ ما تنفعش دي. وما أرسلنا من قبلك، يعني كيف يطلبون هذا ولم تأتي سابقة في الرسل السابقين أن نرسل إليهم غير إيه؟ غير رجال. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أرسلناهم، بس مش أنه يبقى رسول كده وبعدين أمنك تقول لهم اللي انت عايزه، لا، رسول محكوم بما نوحي إليه. يبقى مش اختيار مطلق، مش كارت بلانش، لا، نقول ده اختيار موقوت، يعني انت رسول عشان تتلقى منا ما تقوله للإيه؟ للناس. يبقى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وإحنا قلنا إن الوحي الإعلام بطريق خفي، إعلام بطريق إيه؟ خفي. فكل إعلام بطريق خفي ولو بانطماره في الغريزة يبقى إيه؟ وحي. لما ربنا قال وأوحى ربك إلى النحل، طمر في غريزته إنه يعمل الأمر. إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وإيه؟ وأوحينا إلى أم موسى. بس الوحي بقى حين إطلاقه لا ينصرف إلا للبلاغ عن مين؟ عن الله. لكن لو أن أي واحد أوحى لأي واحد قال له كلام خفي كده بصورة خفية، يبقى أوحى له إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. يبقى الوحي الإطلاقي هو من مين؟ من الله إلى مين؟ إلى رسول. فيخرج كل أنواع الوحي اللغوية اللي ورد في الإيه؟ في العهد. إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. يبقى رجال ومش عندهم كده بس مفوضين انهم يقولوا اللي هم يقولوا، لا، لازم يبلغوا الملك. فإن فوض يبقى مفوض، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ده مفوض، ولا فوضش أحد من الأنبياء والرسل في تشريع إلا محمد بن عبد الله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أهل القرى كالتالت أهو، رجال ونوحي إليهم يكونوا من مين؟ من أهل القرى. القرى هي اللي واخدة كلمة المدينة دلوقتي. ليه؟ لأنها مأخوذة من القرى. القرى إنك أنت لما تروح لواحد في مدينة تجد عنده الخيل موجود، مش زي البدر. البدر يكون يمكن الدرع جافف بتاع كم، ما عندوش اللي يذبحوله، يعني ما عندوش مثلا سوي، يعني ياخد رزق يوم بايه. لكن اهل القرية اللي مستوطنين وقاعدين ولهم بيوت ولهم معارف ولهم مش عارف ايه، عندهم ايه؟ عندهم مقومات الحياة. يبقى دول باهل ايه؟ كرة. طب وايه ايضا؟ ام قال لك لان الاستيطان يصنع في النفس البشرية اشياء. اولا ايه في مكان بحيث لو انتقل الى غيره يبقى تعبان. استقراره في مكان، يبقى له مثلا بيت او له مش عارف ايه وبتاع، وما دام مستقر وده مستقر وده مستقر يبقى التعايش امر ضروري. اللي في البدر اللي تشوفه النهارده ما تشوفوش بكره، وانت رحاله كده مش ضروري بقى بالك كلهم، انما اللي انت مسافر وقاعد وياه ومعايشه ومصالحك عنده، ده جزار بتجيب منه اللحم، وده خياط بتخيط عنده، وده خضري، وده مش عارف الله، كل المصالح هتبقى فين؟ يبقى ده يعمل فيك ايه؟ ماذا يصنع فيك؟ يرقق حاشيتك في التعامل. يبقى عندك ايه؟ رك. وعندك علم باشياء متعدده، اما البدو فما عندوش الا الرحلة على الايه؟ على الجبل، ويطلع يطلب الايه؟ مساقط الميه والكلأ والبتاع. يبقى اذا اهل القرى فيهم ايه؟ ايه؟ وفيهم ايه؟ رقه، وفيهم ادب تناول وتعامل، فما يجيبش الرسول من البدو يبقى ايه؟ معلوماته قصيرة، عنده غلظة، عنده جفاف، مش مأنوس الحياة، يعني معاشر ده ومعاشر ده ومعاشر ده ومعاشر ده، والرسول عايز يبقى يتكلم ويا ده ويتكلم ويا ده ويتكلم. يبقى من أهل القرى. يبقى إذا ما أرسلنا من قبلك إلا رجال، أو لا ملائكة ولا نساء، أدي واحدة، نوحي إليه، مش مفوضين بل نوحي إليه. من أهل القرى، ما جبناهمش قساة، ما جبناهمش على شيء من جهل بأمور الإيه؟ بأمور التعايش الاجتماعي. من أهل القرى.
يسير في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين من الذين من قبلهم فينظروا عاقبة الذين من قبلهم. الله بقول إن كانوا مش مؤمنين بآخرة يعودون إليها ولا يعلمون متى يعودون ومش مؤمنين به فليأخذ الدنيا مكياس وينظروا في رقعة الأرض وشوفوا المكذبين بالرسل ماذا حدث لهم في الدنيا. يبقى احنا بنتكلمش على الاخره مش مؤمنين بالاخره يشوفوا الايه في الدنيا. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم لو انهم ساروا في الارض ونظروا فيها نظره اعتبار وشافوا مثلا اهم وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل كده يقول لك القرى دي ايه دي يا اخوان نحتل من الجبال بيوت وعاملين نحتل فهم ما لهمش وجود ما دام ما لهمش وجود يبقى اخذوا ولا ما اخذوش ومثلا عاد وفرعون ذي الاوتاد ما تشوفوا الناس دي راحت فين الذين تغلوا في البلاد فصب عليهم ربك صوت عذاب يبقى ان لم تكن تخف الاخره فخف ما ينالك من ايه من عذاب الايه من عذاب الدنيا. افلم يسيروا في الارض احنا قلنا زمان السير اللي معروف كده نسير على الارض ولكن دي من لفتات الكونيات في القرآن. ما كناش نعرف زمان ان الارض حواليها غلاف جوي والغلاف الجوي ده هو اللي بيديني الاكسجين وبيديني النفس. اذا الغلاف الجوي من ضمن تمام مين من ضمن تمام الارض يبقى منها ولا مش منها. يبقى انت حين تسير على اليابسه دي وفوقك الجو تبقى انت سرت على الارض ولا في الارض؟ لا فيها لان فوقي ارض برضه فوقي ملحقات بالايه؟ ودي من ضمن. واحنا قلنا السير في الارض اللي هي السياحه واحنا قلنا ان السياحه دي مطلوب منها قسمين سياحه اعتبار وسياحه استثمار. تسير عشان تعتبر اهي دي فانظروا كيف كان عن ايه؟ ولذلك لما يقول قل سيروا في الارض فانظروا يجيب الفين وقال تعالى قل سيروا في الارض دي ثم انظروا. الله ايه الفرق بين دي وبين دي؟ سيروا في الارض فانظروا اللي سايب الاعتبار لكن اللي سايب في الارض ثم انظر اللي سايب الاستثمار من ينهيك الاستثمار عن الاعتبار. انا بقول لك سير صحيح للاستثمار انما اوعى تنسى الايه؟ اوعى تنسى الاعتبار. يبقى فيه ايات لقصد الاعتبار وحده. قل سيروا في الارض فانظروا وقل سيروا في الارض ثم انظروا كان اداني اداني حاجه للسير اللي هي الاستثماريه. الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها الى باطنك مكان اذهب الى مكان الايه؟ الى مكان اخر. أرض. شوف لي اذا كنت حتسيح للاستثمار اياك ان تنسى ايضا ايه تشبع من الاستثمار بس بعدين ايه برضو فكر في الايه في الاعتبار. افلم يسيروا في الارض فانظروا ودي النظر الاعتباري كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. طب كيف كان عاقبة الذين من قبلهم حتشوفوها وليت الامر اقتصر على هذا النكال الذي حدث لهم في الدنيا فلو انكم عرفتم ان فيه نكال تاني حقيقي لهم كانت المساله بقت اشد وقعا. ودار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون. الله ده مره فيما يتعلق بالاشرار الكفار ومره فيما يتعلق بالمؤمنين. طب عاقبه الذين من قبلهم دي هيشوفها مين؟ الكافرين. طب ودار الاخره خير لمين؟ للذين اتقوا. أم قال لك ماذا اللي بيسموه كبار يبقى ينظروا كيف كان عاقبة الذين ايه كذبوا وبرضه هتقابلهم عاقبة الذين ايه ما كذبوش صدقوا وربنا نصرهم. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها كل يوم ينقص أرض الكفر وتاخد حتة للإيمان وكل يوم تاخد حتة للإيه؟ تاخد حتة للإيمان. إذا فمرة يأتي بالعقاب في جانب الآخر ونأخذ المقابل له في الدنيا ومرة يأتي بالثواب المقيم للمؤمنين ونأخذ المقابل له في واجب الكفار. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.